بس أخدها من إيديها وقعدها. أول حاجة تعرفيها عني إن لساني طويل وقليل الأدب، ومعاكي أنت بالذات ما تربطش من أساسه، اتفقنا؟ أنت بتقول إيه؟ أنا بقول المفيد، أنا عاوزك تقولي المفيد زيي. أنت عاوزني أكون قليلة الأدب؟ فهمتي غلط إزاي؟ بس أنا مش عاوزك كده، أنا عاوز أسمعها منك وما تستعبطيش وتقولي إيه هي دي علشان أنت فاهمة كويس. لازم يعني؟ جدا يا دكتورة، القلب ممكن يقف لو ما سمعهاش. سلامة قلبك، وأنا قلبي بيحب قلبك. خربت حلاوتك وحلاوة كلامك، هاتي بوسة بقى. لا احنا اتفقنا على ايه، ويلا بقى عشان ما نتأخرش. عايزة اخدها وهم في الطريق شغلوا التسجيل وسمعوا اغاني، والهوا كان حلو. الاثنين مشاعرهم كانت واضحة ونقية وجميلة. وهم في الطريق كارما حست انها نفسها في شوكولاتة. عايزة ممكن اطلب طلب؟ اطلب يا حبيبتي، انا عاوزة اكل شوكولاتة. ايه ده، شنطتك فاضية؟ لا ما انا كنت حرمة نفسي منها برضو. اوعي تقولي انهم كانوا من ضمن العقاب. قاسية انتي قوي يا كارما، انا ليه حاسة انك بتتريق عليا؟ ايوة ده حقيقي، انا كنت قاسية على نفسي جدا علشان اعرف غلطتي. حرمت نفسي من كل حاجة بحبها واولها انت. حتى اهلي ما تكلمتش معاهم، وفضلت في اوضتي لوحدي وما كلتش الشوكولاتة اللي لو تعرف انا متعودة عليها ازاي وباكلها كم مرة في اليوم. انا تقريبا مدمنة وحرمت نفسي منكم كلكم. طب ليه القسوة دي على نفسك؟ انت مغلطتيش، انا اللي اتمديت. لا طبعا انا كمان عليا لوم. واحدة جاية الواحد نص الليل علشان تقوله ما اتصلتش ليه، حقه يفهمها غلط ويتمدى. عايزة علشان يغير الموضوع لما حاسة قد ايه هي زعلانة من نفسها غمز لها. ولا ايه يا ستي، خلاص كل حاجة اتصلحت وبقيتي مراتي حلالي وانا جوزك حلالك، وتعليلي في اي وقت، ما تقربي وانا اديكي بوسة. كارما بخجل ضربته على كتفه. عز عناية ليكي يا بيبي، انتي تطلبي اللي عايزاه وانا نفذ. كالعادة عز جاب لها انواع كتير وفرحت بيهم جدا واديته منهم. طيب عز انا هنزل بقى. عز شدها عليه وبسها بوسة سريعة. انا كنت ناوي اقفل اليوم بيكي. عز ده اخر تحذير. احلى تحذير ده ولا ايه، بموت فيكي وانتي شرسة. يوه على طول انت بتتريق عليا، انا هنزل احسن. نزلت وعز كمل طريقه للبيت وهو فرحان. في بيت الجرحي ليليان قاعده جنب زين. نفسي اعرف انت بتعرف تركز وتقرا ازاي قبل ما تنام، اتعودت وبقى تعود بالنسبه لي. حاولت كتير اقلدك معرفتش، ماليش خلق امسك كتاب واقرا، دي هوايتي. وبعدين الكتاب ده رفيقي ايام ما كنتش موجوده، وكان خير رفيق. عشت لوحدك كتير يا زين. انتي مش جايلك نوم صح؟ فبتتسلي عليا بقى ولا ايه؟ خلاص هنام وهسكت ومش هسمعك صوتي. خدي هنا، انتي بقيتي بتقمصي مني بسرعه ليه؟ ولا تقمص ولا حاجه، انا قلت اتكلم معاك لغايه ما عز يجي واطمن عليه. تطمني عليه في ايه؟ تلاقي القعده حلوه في الكافيه. ربنا يفرحه ويكون معاه. في ايه يا ليلي مالك؟ انت هتاخدني في دوكه؟ ما تقول يا زين، عشت لوحدك كتير. وكنت بتعمل ايه يعني، عمرك ما زهقت؟ انت سمعتي قصة حياتي مني كتير. في ايه مخبية؟ ايه انا هخبي ايه بقى، انا كويسة وزي الفل. تليفون زين رن، بص لقى الشخص المسؤول على اليخت. محسن خير، في ايه؟ لا ما تردش. في ايه اليخت ماله؟ انت تعرفي حاجة؟ انت مخبية حاجة صح؟ كنت هقولك والله، بس انا كنت مستنية اطمن على عز. الو، ايوه يا باشا، انا اسف يعني ان انا بتصل في وقت زي ده، بس عز بيه ما قالناش نفضل في النيل ولا نرجع اسكندريه. مين قالك تطلع باليخت؟ ليليان هانم اتصلت من تليفونك وكلمتنا وبلغتنا نجهز اليخت في النيل. طب اقفل انت. ليليان كانت في اخر الاوضه. بص يا زين، ده ابني، وبعدين اليخت ده بتاعي وطلبه مني، ينفع ارفض يعني؟ تقومي توافقي من غير ما ترجعي لي وتكلمي محسن من تليفوني؟ انت كنت هترفض وهتقول لأ. العيب مش عليكي، العيب على اللي فكر في الفكرة دي، وانا هطربقها فوق دماغه لاني منبه مليون مرة الا اليخت. زين سمع صوت عز وهو بيغني وبينادي على امه. اهو جه لقضاء، وحياتي عندك ما تزعلوش، النهاردة يومه وباين عليه مبسوط.
انت محسساني النهارده فرح وفي ايه؟ انا بقولك وحياتي عندك ايه، ماليش خاطر؟ انا اصلا هفرقع منه ومن اللي عمله وحطينا قدام الامر الواقع. زين سابها وراح له وهي وراه. اهلا اهلا بالرايق، اهلا بالعريس. بدايه غير مبشره. بتبرطن بتقول ايه؟ بقول هي دي مبروك بتاعتك يا بابا. لا ازاي، الف مبروك يا عز. ويا ترى الخدمه في اليخت عجبتك؟ انا قلت برضو الدخله دي فيها حوار اليخت. بس عاوز اقولك يا بابا، اليخت تحفه، ولا بقى التجديدات اللي ليان هانم امرت بيها تحفه يا بابا. زين بص لها بسرعه وهي بعدت لورا، يعني شويه شموع على بلالين لزوم الحفله وكده. بلالين يا ليليان؟ بلالين؟ تكلمي محسن وتقولي له حطي لي بلالين يا محسن؟ ما هو حسابنا بعدين. عايز تليفونه رن وكانت المستشفى وطلبوه. لا بقى انا امشي، وانت اكلم ماما بقى في حوار البلالين ده، علشان ده غلط يا بابا، ده كان حاطط بلالين حمرة. عايز هرب من قدام زين وهو بص لليليان بغيظ. على فكره انا ما قلتلوش الوان، انا قلتله على ذوقك يا محسن. تاني يوم كارما كانت نايمة وفاقت على صوت تليفونها. ألو، صباح النور على أحلى عيون. صباح الخير، وحشتيني وحشتيني موت. أنت في المستشفى؟ آه، من امبارح ما نمتش. طوارئ ولا إيه؟ آه حادثة، والحمد لله سيطرنا على الموقف. آه، ومين بقى من الدكاترة معاك؟ كلهم، قسم الجراحة كله كان معايا. ونانا معاك؟ آه. طيب انا هلبس واجي ومش هتاخر. كارما قفلت وبسرعه لبست. عز فضل مبتسم وهو بيبص على التليفون. نانا دي اللي هتخليكي تتحركي يا كارما. كارما وصلت المستشفى وعينيها بتدور في كل مكان على عز. وصلت قدام مكتبه لقت نانا خارجه منه وماسكه شوكولاته في ايديها. كارما رفعت حاجبها لان دي الشوكولاته اللي هي اديتها لعز. ايه ده، انت رجعتي المستشفى ولا جايه تتحيي على عز عشان ترجعي؟ عز؟ اه عز، اللي زيك يقولوا الدكتور عز وما يرفعوش عينيهم في عينه كمان. اما بقى انا اقول عز، زيزو، اقول اللي نفسي فيه. ويا ترى ليه بقى يا دكتورة نانا؟ ايه الفرق يعني بين المعاملة اللي زي والمعاملة بتاعتك؟ انت اللي زيك مجرد دكتورة شغالة بالواسطة، واسطة ابوكي، مش صح؟ المستشفى كلها بتتكلم عليك يا حبيبتي. اما انا دكتورة نانا، دكتورة جراحة ليا مكانتي هنا في المستشفى، ومكانة في قلب عز اللي هو صاحب المستشفى، وقريب قوي هكون صاحبة المستشفى كمان. هو انت ليه بتكرهيني؟ انا عملت فيك ايه؟ من وقت ما كبيت البيبسي غصب عني وانت كرهاني. ما بحبش اللي زيك متدلعين وابوهم بيشغلهم. اللي زيك عيال تافهه ملهمش شغل في مكان عريق زي ده. فهمتي ليه؟ فهمتي ليه انا مش حباكي؟ مش عاوز اشوف وشك بمعنى اصح. بس انا ما اشتغلتش عشان ابويا ولا حاجه، انا اشتغلت عشان السي في بتاعي، وكمان اشتغلت عشان الدكتور اللي ليكي مكانه في قلبه هو اللي اصر عليا، هو اللي بيتصل علشان الشغل. ابقى جديره ولا لا يا بنتي؟ ده كله علشان ابوكي، مش انا لوحدي اللي بتكلم، المستشفى كلها بتقول كده. شيليني من دماغك يا نانا، عشان انا واضح اني حرقاكي قوي وشغلة تفكيرك قريب قوي، علشان انتي حرقاني هرفتك من هنا ووراكي بوسة كبيرة، وانا مستعدة ومتشوقة جدا اشوف الرفد ده. كارما سابتها وجت تدخل لعز. نانا وقفتها. عز حاليا نايم ومش عاوز حد يزعجه، ولا انتي عاوزة تشتكيله وتعيطيله؟ كارما بصت لها من فوق لتحت ومشيت على مكتبها في دماغها الف سؤال. بس لحقت نفسها بسرعة. ازاي عايز يحبها ويحب نانا مثلا؟ طب نانا بتتكلم بالثقة دي ليه؟ ومين ادالها الثقة دي؟ فكرت مع نفسها بصوت عالي. لا انا مش هكون غبية واصدقها، عايز تتجوزني انا وحبني انا، وانا بقى يا نانا هعرفك مين هي كارما، وقريب هتاخدي اكبر صدمة في حياتك. فاقت على صوت تليفونها. الو، انت فين يا حبيبتي؟ في المستشفى. لسه واصلة؟ لا، واصله من زمان، وحاليا انا في مكتبي. طب اقفلي انا جايلك. كارما قفلت وقررت تبقى ليزي كارما حتى بتصرفاتها، وهتخلي عز يموت في هواها، وحبه يبان في المستشفى كلها،
طلعت مرايتها بسرعة وحطت روج. الباب خبط، افتكرته عز وكان دكتور ماجد. ممكن ادخل؟ كرمة بلعت رقها وشارح جاب ميت لون. اتفضل يا دكتور. انا لما سمعت انك جيتي قلت اجي اسلم بقى، انتي وحشانة والله. مرسي. اخبار الشغل ايه؟ وحش من غيرك والله. عز دخل وسمع اخر جملة والروج الواضح اللي هي حطاه، رفع حاجبه بحدة وهي تاهت في دنيا تانية. ابن حلال يا دكتور عز، كنت لسه بقول لكارما قد ايه الشغل وحش من غيرها. والله وقد ايه بقى الشغل وحش من غيرها يا دكتور؟ ماجد لاحظ حدة عز في الكلام. انا اقصد ان كارما ليها سحر خاص في الشغل والمستشفى كلها بتحبها والاطفال دايما بيسألوا عليها. والله ليها سحر؟ اول مرة اعرف، محدش قال لي. ما قلتليش ليه يا كارما ان ليكي سحر خاص؟ ماجد حس ان طريقته حادة ومش لطيفة معاه، استأذن وخرج. ليه كده عز احرجته؟ عز خبط على المكتب بحدة وهي اتفزعت لورا. ايه اللي انتي مهببة في وشك ده؟ كنت عاملة ليك والله. تعملي ليه في مكان لوحدنا يخصنا، مش في مستشفى معرضة اي حد يدخل. مش في مستشفى معرضة اي حد يدخل ليكي، فاهمة ولا لا؟ صح ماشي. عز بصلها بضيق لمجرد ان ماجد لمح شكلها بالروج، وده ادها شكل مغري لاي راجل. في ثانيه كان قدامها وشدها ووقفها وبسها بشراسه على اللي عملته، والمسكينه دماغها اتشلت بالتفكير. كانت هتقع لولا ايده اللي حضنتها بسرعه وضمها لحضنه. بعد عنها لما حس ان انفاسها بتروح، حط جبينه على جبينها. اللي حصل ده ما يتكررش تاني، فاهمه ولا لا؟ كارما هزت راسها وسكتت. لو اتكرر تاني يا كارما هعجل بقرار لبسك للنقاب. نقاب؟ نقاب هتلبسيه بعد الجواز. الغيرة مش كده يا عز؟ تاني حاجة تعرفيها عني اني بغير وغيرتي قتلة، وما عنديش اي تفاهم. لو وصلت احبسك في مكان وما خليش حد يشوفك هعملها. وايه بقى اول حاجة؟ عز دعب من اخرها وبسها بخفة. قلتلك امبارح اني قليل الادب معاكي، الظاهر ما فهمتيش. تحب افهمك؟ لا فهمت خلاص. ايه ده فهمتي؟ انت قللت الادب يا كارما، شكلنا هنفهم بعض بسرعة. عز عيونه. المهم انت ما جيتيش عليا ليه؟ نانا قالت لي انك نايم ومش عاوز حد يدخل. الله، وهي نانا تقولك تقومي ما تدخليش؟ قولي لها لا هدخل علشان ده جوزي وحبيبي وادخله في اي وقت، وانتي ملكيش دعوه. وقولي لها انتي ملكيش دعوه تقولي لي ادخل ولا لا. كارما اتبسطت من رده. لا انا مشيت وما قلتش انت جوزي ولا حاجه. ويا ترى ليه بقى؟ حاجه في دماغي عاوزه اعملها ومش هقولك. يعني حاجه في دماغي كده عاوزه اعملها ومش هقولك دلوقتي ممكن؟ وكمان مش عاوزاك تقول ان احنا اتجوزنا لفتره بسيطه، بس عاوزة انفذ اللي في دماغي وبعديها براحتك قول الدنيا كلها. عارفة ايه احلى حاجة فيكي؟ انك جميلة قوي وبسيطة ومبتحبيش الكذب. سهلة قوي اقراكي واقرا عنيكي، انا قلبي عمره ما يزعل منك ابدا. كرمة حضنته. ربنا يخليك لي يا عز، ويخليك لي يا روح عز. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعشان رأيكم يهمنا جدا اكتبولنا رأيكم في التعليقات.